يا جماعة الخير، في سخان الوادي المصري. أنا بيني وبينكم جيت أكل الأكلة دي، شفتوا؟ أنا بحب أعمل رنجة كده، بحب أعملها في الفرن أو بشعوطها على النار. رنجة طعمها خرافة. فبيني وبينكم بتغدى، فقلت أشارككم بقى إيه يومياتي. بص 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 هاخد بقى إيه؟ حتة رنجاية كده مشوية، وعندك البصل اللي بموت فيه بعشقه. البصل فيه مضاد حيوي بس بيجيب غازات طح. رش شوية ليمون، جت في عيني والله. اي 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 شايف العيش البلدي ده؟ مش هتلاقيه في بلدك. الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. يلا بقى، عايز اكمل اكلي بقى. شكرا.